دكتور صبري، هذا العام 2021 يبدأ بهذا الموقف الخليجي الموحد المتجدد المتقدم في دعم المملكة المغربية ودعم وحدتها الترابية ومواقفها إزاء قضية الصحراء المغربية. ما قراءتك في هذا الموقف؟ أولا، هذا الموقف العربي والإجماع الخليجي في صالح القضايا الوطنية المغربية كان منتظرا، وبدأت إرهاصته منذ زمن طويل، بحيث أن المغرب وقف دائما بجانب الدول العربية ولم يتخلف عن أي مرحلة، سواء في تقديم الموقف السياسي أو حتى تقديم الدعم المادي أو حتى في تقديم القوة والخبرة المغربية. وبالتالي فإن هذه العلاقات التي قد رسمها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، واستمر من بعده جلالة الملك محمد السادس من خلال زيارته لدول الخليج العربي في 2012، بحيث توجت هذه الزيارة عن خطة العمل الاستراتيجية وعن التحالف الاستراتيجي بين المملكة المغربية ودول التعاون الخليجي. ثم أتت قبل نهاية هذه الخطة التي امتدت في الزمن بين سنة 2012 إلى 2017، كان لقاء الرياض، حيث كان خطاب جلالة الملك ما زال يرن في أذن الجميع، سواء الدول العربية أو حتى دول العالم أجمع والدول الغربية خاصة، عندما قال جلالة الملك أن ما يمس الدول العربية يمس المغرب، بمعنى أن كل ما يسري على الدول العربية هو نفس الشيء الذي يسري على المغرب. هنالك وحدة التاريخ، هنالك تاريخ مشترك، وهنالك وحدة للمصير. اقتنع المغرب وتفطن وأدرك منذ زمن طويل لهذه القناعة، وبالتالي فإن الموقف العربي الآن الذي يؤيد واستمر واسترسل واضطرد في تأييد المغرب سواء في وحدته الترابية، هو نفس الموقف الذي عبرت عنه الدول العربية منذ أزمان، وكان هذا الموقف كما قلت منتظرا، ولكن أهميته أنه يأتي في مرحلة دقيقة، في مرحلة حساسة، بحيث أن المغرب يحتاج لهذا القناعة، يحتاج لتجديد وتأكيد هذا الرأي، خاصة بعد توحيد، بعد إعادة المصالحة بين الدول العربية، ليظهر العرب لدول العالم أن وحدة الدول العربية بالرغم من بعض الانقسام، بالرغم من بعض الشرخ والصدع الذي يتم بين والآخر، فإن المغرب ظل دائما ذلك الخيط النابض وواسطة العقد التي تحاول إجراء هذه المصالحات. صحيح أن المغرب يكتوي في بعض الأحيان من محاولة إقامة هذه التوازن، ولكن يظل وفيا للوحدة العربية، ويظل وفيا لخدمة الصف العربي، وكان منتظرا أن يقف العرب مع المغرب في هذه المرحلة بالذات.